انا بس حبيت ابين لحضراتكم ماذا حدث منذ امس وحتى الان في بيان النادي الاهلي. بعض الاخبار اللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، اولا ان غدا ان شاء الله هيكون في اجتماع للجمعيه العموميه الطارئه للجبليه، تقام غدا السبت الجمعيه العموميه الغير عاديه لاتحاد كره القدم، وذلك بناء على قرار اعضاء مجلس الاداره للنظر في تعديل بعض بنود اللائحه. هنضحك ضحك يا جماعه كمان شويه انا وحضراتكم، هقول لكم بقى على البنود ومتفصله ازاي ومعموله ازاي ومين مفصلها لمين عشان يبقى ايه. هنقعد نضحك والله بجد، يعني هتعرفوا قد ايه ان اللوائح في الاتحاد اللي موجود حاليا بيحاول، او ثلاثة أربعة الحقيقة مش كلهم، ثلاثة أربعة بيحاولوا يفصلوا اللوائح عشان يبقوا موجودين السنة الجاية أو الدورة القادمة في اتحاد كرة القدم. اه والله مش يبقوا موجودين أعضاء بس، لا ده بيفكروا الأبعد من كده، ناس بتفكر لقدام، ناس بتخطط لمستقبلها ولمصلحتها، مش بتخطط لكرة القدم المصرية، لا ناس بتخطط لمستقبلها ومصلحتها قبل أي شيء آخر، وبعد كده نبقى نشوف بقى كرة القدم. يا أخي يا كرة القدم دي فيها إيه المشكلة يعني؟ كلمتين هنهدي الناس، الناس فاهمة إيه؟ هو وجهة نظره كده اللي بيتكلم ده وبيقول التصريحات، قال لك مرة تنسيقي ومرة أصله الأهلي هيتمنع من أفريقيا، ومرة ثالثة أصله الأهلي خايف، ومرة رابعة أصله مش عارف إيه، أي كلام محدش عارف، ما محدش عارف. يقول لك احنا بس نفكر الاول نشوف انا هاجي مدير تنفيذي في الاتحاد، نخلي اللواء ثروت سويلم يبقى عضو مجلس اداره، راجل محترم الحقيقه اللواء ثروت سويلم، خليه عضو مجلس اداره وابقى انا مدير تنفيذي، اهو برضه يبقى مننا في ايديه مننا فينا. لا ده انا احنا هنضحك ضحك دلوقتي، اصبروا بس عليا. طيب